إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع. وفي هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بالجميع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات وفي كل جهد يبذل في خدمة كتاب الله عز وجل وإعلاء كلمته ونشر دينه، نسأل الله عز وجل أن يجعل في كل هذا الخير والبركة والقبول، إنه تعالى أكرم مأمول وأعظم مسؤول. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ القراءة من أول سورة البقرة، ومعنا إن شاء الله تعالى من أول السورة إلى الآية 15 من هذه السورة الشريفة، وسنقرأ إن شاء الله تعالى برواية ورش عن نافع، ونبدأ مستعينين بالله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وننبه إلى بعض الأمور التي ينبغي العناية بها لمن يقرأ هذه الآيات. وأول ما بدأنا به في هذه التلاوة هو كان الاستعاذة، واستعذنا بصيغة مختلفة عن الصيغة المختارة المشهورة، فالمختار والمشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز غير ذلك مما ورد ونقل عن الأئمة ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذه الصيغة التي استعذنا بها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا جائز صحيح، وأحببنا أن نقرأ به من باب إحياء هذه السنن وبيان جواز ذلك وتعليم الناس الخير. في الآية الأولى ألف لام ميم، هنا عندنا مدان، مد في لام ومد في ميم، والمد هنا وهنا ست حركات ست حركات. إذن ينبغي العناية بالمد هنا بحيث يكون بمقدار ست حركات في حرف اللام، وكذلك ست حركات في حرف الميم. وهذا المد في لام مد لازم حرفي مثقل، وفي ميم مد لازم حرفي مخفف. في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، انتبهوا معي بارك الله فيكم، وهنا لدينا في هذه الآية وقف على لا ريب ووقف على فيه، فيمكننا أن نقف في الموضع الأول هنا لا ريب، ويمكننا أن نقف على فيه الموضع الثاني، فنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالوجهان جائزان صحيحان. لكن لا ينبغي أن يقول مثلا القائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيقف وقفين، هذا لا يصح، لا يقف على الأول والثاني معا.
انتبهوا لهذا الأمر، بارك الله فيكم. ومن وصل فقال ذلك الكتاب، يعني من أول ذلك هنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كل مقطع واحد فلا بأس بذلك وهو صحيح ولا حرج فيه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هنا يؤمنون والصلاة، إنما نحن نقرأ الآن برواية ورش عن نافع، أما من يقرأ برواية قالون فيقول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويرقق اللام من كلمة الصلاة. ومن الفروق بين رواية قالون وورش هنا أن قالون يقرأ المد المنفصل في بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قالون له فيه حركتان أو أربع حركات، أما ورش فيمده ست حركات قولا واحدا، فهذا فرق بين قالون وبين ورش. نحن لن نأتي بجميع الفروق بين قالون وورش، وإنما أردنا يعني التنبيه إلى بعضها، وسيأتينا إن شاء الله ذكر الفروق في الدرس العلمي في كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى. وبالآخرة قرأناها بأربع حركات، ويجوز فيها حركتان أو أربع أو ست حركات، وهذا كما نعلم هو مد بدل. انتبهنا بارك الله فيكم. طيب، نأتي إلى اللوحة التالية، ونحب أن ننبه فيها إلى كلمة أأنذرتهم، وقد اجتمع فيها همزتان، أأ همزتان مفتوحتان، فكان ورش رحمه الله يقرأ هذه الكلمة بوجهين، أأنذرتهم يسهل الهمزة الثانية هنا، ويأتي على الهمزة الثانية بوجه آخر، أكبرها لكم لتكون ظاهرة، فكان يسهل الهمزة الثانية أنذرتهم، ويجوز فيها أيضا أنذرتهم بحيث تبدل ألفا وتمد ست حركات، وهو الوجه الأشهر وهو الذي قرأنا به في التلاوة. انتبهنا بارك الله فيكم. طيب، في الآية التالية في قوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هاتان الكلمتان مختلفتان عما اعتاده من يقرأ برواية حفص، فمن يقرأ برواية حفص يقرأ وما يخدعون إلا أنفسهم بما كانوا يكذبون، وأما من يقرأ بقراءة نافع وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي الآية التالية بما كانوا يكذبون. نعم، مما نحب أن ننبه إليه أيضا في اللوحة التالية في قوله تبارك وتعالى كما آمن السفهاء ألا، نحن هنا إذا أردنا أن يعني نقرأ هذه الآية احنا وقفنا، قلنا كما آمن السفهاء ووقفنا عليها وبدأنا ألا إنهم هم السفهاء. كما تلاحظون اجتمع هنا همزتان، الهمزة الصفراء الأولى المضمومة، وبعدها همزة في كلمة ألا كما تلاحظون، فاجتماع الهمزتين هنا طبعا لا يمكن أن نحقق الهمزتين معا، فكان ورش رحمه الله وكذلك قالون يقرآن السفهاء ولا، السفهاء ولا في حالة الوصل، يبدلون الهمزة الثانية واوا مفتوحة. طيب، إذا بدأنا بالهمزة الثانية من عند ألا، ماذا نفعل؟ نقول ولا نقول ألا؟ لا طبعا، نقرأها ألا. لماذا؟ هل مش احنا أبدلناها واو؟ نعم، احنا أبدلناها بسبب صعوبة اجتماع الهمزتين، همزة السفهاء وهمزة ألا، في صعوبة في اجتماعهما، فلذلك عندما زالت الصعوبة بانفصال الهمزة الأولى من الكلام والبدء بالهمزة الثانية زالت الحاجة إلى هذا الإبدال، فانتهينا منه والحمد لله رب العالمين. طيب، في هذه الصفحة اللوحة الأخيرة مما قرأناه اليوم عندنا قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة، اشتروا الواو هنا مضمومة تخلصا من التقاء الساكنين، وأصل كلمة اشتروا بواو ساكنة هكذا، وجاء بعدها كلمة الضلالة، والضلالة فيها ضاد مشددة، فهي في الحقيقة ضادان، ضاد ساكنة وبعدها ضاد مفتوحة،
فلما اجتمعت هذه الضاد الساكنة مع الواو الساكنة من كلمة اشتروا التقى ساكنا، هذا هو الساكن الأول وهذا الساكن الثاني. فما هو العمل؟ نتخلص من التقاء الساكنين، فزال هذا السكون، ها هو، نأتي بالممحاه ونمسحه، وقلب هذا السكون إلى ضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا هو الذي جعل هذه الواو تحولت من هذا السكون إلى هذه الضمة. انتبهنا لذلك، بارك الله فيكم. هذه تقريبا الأمور التي أحب أن أنبه إليها في ما قرأناه من يعني القرآن الكريم في هذه الحلقة. وننتقل إلى الدرس الأول، المجلس الأول من مجالس شرح نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تبارك وتعالى، الذي توفي في سنة 31 و700 من الهجرة. وهذا النظم العظيم الذي اشتهر وانتشر وأخذه أهل المغرب على كافة أطيافهم وأصنافهم منذ ألفه الإمام ابن بري في حياته إلى هذا اليوم، وهو أشهر المنظومات التي اعتنى بها المغاربة وأولوها عناية فائقة. فمن هو ناظم هذا النظم رحمه الله تعالى؟ ناظم هذا النظم هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن علي بن محمد. احفظوا هذه المعلومات، احفظوا أسماء. الآن احنا سنقضي وقتا طويلا مع هذا النظم الرائق الجميل المبارك، فهذا الوقت الطويل الذي سنقضيه كيف نقضيه ونحن لا نعرف من هو مؤلف هذا النظم؟ من هو مؤلفه؟ مؤلفه الإمام ابن بري، بس ابن بري وخلاص؟ لا، هو علي ابن محمد ابن علي ابن محمد ابن الحسين التازي، نسبة إلى تازة، مدينة معروفة بالمغرب، الرباطي نسبة إلى الرباط. وكان يعرف رحمه الله بابن بري، كان يعرف رحمه الله بابن بري. ابن بري رحمه الله ولد في سنة 660 من الهجرة، 660 من الهجرة النبوية، يعني في أي قرن بارك الله فيكم؟ في القرن السادس ولا القرن السابع؟ بعض الناس يعني لا يضبط هذا، فلا يدري هذا القرن السادس ولا القرن السابع. 600 يعني القرن السادس؟ لا، القرن 100 عام. طيب، القرن 100 عام، فمن سنة 1 إلى سنة 100 هذا القرن الأول، ابتداء من 101 يدخل القرن الثاني إلى سنة 200. جميل، ابتداء من 201 إلى 300 هذا القرن الثالث. إذا تعدينا فئة المئات ندخل في القرن الجديد مباشرة. الفئة المئات هنا عندنا هي الفئة 6، القرن يعني بعد سنة 600. إذا احنا دخلنا في القرن السابع، ف 660 من الهجرة هذا في منتصف، بعد منتصف القرن السابع الهجري. طبعا نحن نذكر هذا بالتاريخ الهجري. نعم، وتوفي رحمه الله في مدينة تازة، وهي مدينة مغربية معروفة، توفي بها سنة 731 من الهجرة، وقيل غير ذلك، قيل 730 وقيل غير ذلك، إلا أن هذا القول هو الأشهر إن شاء الله تعالى. نريد أن نتعرف على بعض المعلومات عن الإمام ابن بري. الإمام ابن بري رحمه الله، طبعا احنا قلنا توفي سنة 731، يعني توفي في القرن الثامن الهجري، فهو عاش بين القرن السابع والقرن الثامن الهجري. تلقى تعليمه ببلده، وطبعا والده كان من أهل العلم، يعني والد الإمام ابن بري رحمه الله اللي هو محمد بن علي بن محمد كان من أهل العلم، فكان والده أول شيوخه، كان والده أول شيوخه، وطبعا أخذ العلم عن شيوخ كثر، واستوطن تازة، وكانت هذه المدينة قبلة لكثير من أهل العلم وأهل الفضل والأدب،
وتعلم فيها طيلة حياته حتى إنه انتهى فيها ودفن فيها أصلا، وأنهى دراسته العلمية في مدينة تازة من بلاد المغرب الأقصى. وكان رحمه الله متعدد الفنون ومتعدد العلوم، حتى برز في علوم شتى كالقراءات، وهذا النظم في علم القراءات، نظم الدرر اللوامع الذي ندرسه الآن في علم القراءات. وكذلك برز في بعض علوم القرآن الكريم، وكان فقيها فرضيا عالما جيدا بالفرائض، وكان عارفا بالحديث ومعتنيا برجال الحديث كذلك، وكان مع هذا كله نحويا وكان أديبا. فانظروا إلى أهل العلم كيف هو حالهم بارك الله فيكم، كانوا علماء موسوعيين، علماء موسوعيين ينتفع بهم الناس انتفاعا عظيما في فنون شتى. وعندما نقول تعلم ليس تعلما عاديا، وإنما تعلم لدرجة أنه صنف في هذه الفنون كما سيتبين معنا بعد قليل. وكان رحمه الله أحد الشهود العدول الذين يدعون عند القضاة لعلمه وورعه. طبعا كان الشهود العدول العدالة عندما تتوفر في الشاهد يؤخذ بقوله، وأما إذا كان الشاهد ضعيفا غير عدل فإنهم لا يأخذون بقوله ويدعونه. وكان الإمام ابن بري رحمه الله عدلا ورعا، ولذلك كانت شهادته معتمدة ومأخوذا بها عند القضاء. نعم، بل كان له يعني مكانة عظيمة واحترام بالغ وشرف باذخ. وتلقى عنه العلم ناس كثر كما نرى، وتصدروا للتعليم في حياته، وأخذوا منظوماته ومؤلفاته في العلم بعين القبول، ورأى قبول منظومته هذه الدرر اللوامع في حياته رحمه الله رحمة واسعة، وترك مؤلفات. يعني هو الآثار التي يتركها الإنسان قد تكون آثارا علمية وقد تكون آثارا غير ذلك. ما معنى آثار غير ذلك؟ يعني هؤلاء الطلاب الذين قرأوا القرآن عليه ودرسوا عليه وأخذوا عنه، هؤلاء بركة من بركاته وأثر من آثاره، فهذا كله يعد نوعا من الآثار التي يتركها الإنسان. والله عز وجل يعني يرزقنا وإياكم من واسع فضله ويكتب لنا ولكم أثرا طيبا. وألف كذلك مؤلفات يعني آثار أخرى علمية مؤلفة في القراءات وفي الفقه، المالكي له مؤلف لم يتمه، وكذلك له في النحو مؤلف، وله في العروض، وله في كتاب في الوثائق. هذا العالم الذي توسع وانتشر علمه وأخذ منه الناس في مختلف البلدان والأقطار، هكذا يكون العالم، هكذا يكون طالب العلم محتذيا بمسلك العلماء، بحيث لا يكون يعني مختصا ودارسا لعلم واحد فقط، الناس يحتاجون إلى كثير من العلم. نعم، لا ينبغي الحديث والكلام في غير ما يعرفه الإنسان، لكن لا ينبغي له أن يقنع بالقليل وألا يستزيد الكثير. وأشهر مؤلفات الإمام ابن بري رحمه الله هذه القصيدة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. ما هي هذه القصيدة؟ نريد أن نتعرف على شيء من المعلومات المفيدة حول هذه القصيدة. فنلاحظ بارك الله فيكم تعريفا بنظم الدرر اللوامع، واسمه كما سماه ناظمه رحمه الله الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. في أصل مقرأ الإمام نافع، سنشرح هذا عندما نأتي على شرح بيته في تسمية هذا النظم رحمه الله، سنبين معنى الدرة ومعنى الأصل والمقرأ، سنبين هذا إن شاء الله. ويعرف ويشتهر هذا النظم بالبرية أو نظم ابن بري، القصيدة البرية، مشهور له يعني تسميات معروفة عند أهل هذا الفن الذين يدرسونه. وعدد أبياته، طبعا النظم لما كانوا يأخذونه كانوا يدرسون على العلماء، فكانوا يخطون النظم كما أملاه عليهم ناظمه
أو ينظرون في بعض المخطوطات التي كتبها هو الناظم أو المؤلف للكتاب. فوردت بعض المخطوطات فيها عدد 243 بيتا لهذه القصيدة، وبعض المخطوطات الأخرى أو النسخ الأخرى لهذه القصيدة فيها ذيل في المخارج ذيل مفيد في التجويد 30 بيتا، فيكون مجموع القصيدة مع ذيلها 273 بيتا. فالذين يحفظون الدرر اللوامع يحفظون هذه 273 بيتا كلها. وقد نظمها على بحر الرجز. ما معنى بحر الرجز؟ هذا الشعر الذي نسمعه ويطرق آذاننا له كما يقول أهل هذا الفن موسيقى في الأذن، ومعنى الموسيقى الوقع الرتيب الذي يطرق الآذان. فعندما نسمع البيت يطرق آذاننا، لا يحتاج القائل أن يقول سأقول لك بيتا من الشعر، لا يحتاج، بمجرد أننا نسمع كلاما نقول هذا شعر، وإذا سمعنا كلاما آخر نقول هذا ليس بشعر. ما الذي يجعلنا نحكم بأن هذا شعر وهذا ليس بشعر مع أن القائل لم يخبرنا؟ السبب هو الوقع الرتيب على الأذن بشكل معين، هذا يجعلني أقول نعم هذا الكلام كلام شعري، لا هذا ليس بشعر. فالوقع الرتيب على الأذن، نسمع أصنافا من الشعر ونستطيع أن نقول فيها جميعا هذا شعر هذا شعر هذا شعر، فما الفارق بينها؟ يفرق بينها طريقة الوقع في الأذن، طرائق الوقع في الأذن. العلم الذي يدرسها ويعتني بها يسمى علم العروض، علم العروض. ما معنى عروض؟ يعني ما هو هذا العلم؟ هو العلم الذي يدرس أوزان الكلام الشعري، فنقول هذا الكلام صحيح في الوزن وهذا الكلام غير صحيح في الوزن. ولن نشرح العروض الآن، وإنما نعطيكم فقط نبذة عن هذا الأمر. فأصناف الشعر تسمى بحورا. النوع الذي ألفت عليه أبيات هذه القصيدة هو بحر الرجز، بحر لذيذ في الأذن، ميسور في السمع، مريح، يسهل حفظه ويسهل تذكره. انتبهنا بارك الله فيكم. طيب، ما هو موضوع هذا النظم وما هي أهميته؟ يعني هذا النظم يدرس القواعد والأحكام التي توضح قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش. إذن هذا النظم يوضح لنا الفرق بين رواية قالون ورواية ورش، فمن درس هذا النظم يستطيع أن يقرأ القرآن برواية قالون ويميزها عن رواية ورش، ويستطيع أن يقرأها أيضا يقرأ القرآن برواية ورش. وهو أهم نظم اعتنى به المغاربة في قراءة الإمام نافع حفظا وشرحا وتدريسا وبمختلف أنواع العناية. إذن ما هي مميزات نظم الدرر اللوامع؟ إذا أحببنا أن نجملها يمكننا أن نقول إنه النظم امتاز بعدة أمور جعلت له هذا القبول وهذه الصدارة. من تلك المميزات إمامة ناظمه وسعة علمه. إمامة الناظم، فهذا يعطينا ثقة كبيرة في النظم. سهولة المعنى وعذوبة اللفظ، أيضا أبياته سهلة جدا ومريحة في الفهم، وإيجازها مع الاشتمال على كل الأحكام، هذه ميزة عظيمة، فهي موجزة 273 بيت فقط، ولكنها مع ذلك جاءت بجميع الأحكام التي يحتاج إليها القارئ. الفوائد والتعليلات والتوجيهات والاختيارات التي أضافها الناظم، وستأتينا إن شاء الله ونحن نشرح النظم. وكذلك كثرة الشروح والمؤلفات التي خدمت النظم وقبوله بين الناس وانتشاره، هذا يجعل لهذا النظم تلك الصدارة ويجعل له تلك الفائدة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفهم هذا النظم والعناية به، ونبدأ بشرح أبياته في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ثم نعود إليكم لنتابع ونستقبل اتصالاتكم، فانتظرونا. بلش
الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي في كل مكان، ونبدأ من هذه الدقيقة إلى نهاية الحلقة إن شاء الله استقبال اتصالاتكم وعرض مشاركاتكم إن شاء الله. بالنسبة للإخوة الذين يسألون عن الواتساب، من الحلقة القادمة إن شاء الله نعلن لكم عن رقم التواصل بالواتساب، ونعتذر إليكم عن هذه الفترة، يعني الحلقتين الماضيتين، الحلقة الماضية وهذه الحلقة. إن شاء الله بإذن الله يتيسر هذا الأمر ونعود لاستقبال مشاركاتكم كالعادة بفضل الله تعالى، وسنعلن ذلك ونعلن الأرقام أيضا التي ترسلون عليها بإذن الله تلاواتكم. ونبدأ باتصال رحمة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبرك يا أستاذي، لقد فزت بمسابقة القرآن الكريم في المرتبة الأولى في النهائي، وقد تحصلت على جهاز تلفاز، وأخي يوسف وصل إلى الدور نصف النهائي، وكانت فرحة والدي كبيرة. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى توفكون. بارك الله فيك يا رحمة، بارك الله فيك، أحسنتي ما شاء الله.
أحسنتي بارك الله فيك. يوسف يحب أن يقرأ. يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا. حياك يا أستاذي. أهلا وسهلا يا يوسف بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا طويلا وملكا كبيرا لا أنت الذي قرأت بشكل صحيح وأنا الذي أخطأت. أنت تقرأ برواية ورش. أنت نعم تابع يا يوسف. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بارك الله فيك يا يوسف جزاك الله خيرا. وأبارك لك وأبارك لأختك ولوالديكما هذه الجائزة الطيبة والفوز. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفوز فوزا عظيما في الآخرة. الفوز في الدنيا لا شيء أمام الفوز برضا الله تبارك وتعالى، وإنما ما في الدنيا هو عاجل بشرى المؤمن. فبارك الله فيكم وأحسن إليكم وأصلح النيات والذريات لنا ولكم أجمعين والمشاهدين أجمعين. معنا الطيب من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الحبيب، يا مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير. وإياكم يا رب، الله يسلم. قبل أن أقرأ يا شيخ أريد أن أهنئ أنا كذلك الأخت رحمة أو الطفلة رحمة وأخوها. نعم والله جد مسرورون لما نرى يعني أطفالا وصغار في بهذا المستوى. لا شك صدقت. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لهذه التهنئة والشعور الطيب. وفيك البركة. كل هذا يا شيخ هي ثمار ما تقدموه وما يقدمه كذلك ناس آخرون. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجزي جميع العاملين خير الجزاء إن شاء الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حسبك أخي الحبيب الطيب بارك الله فيك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني سوي بين المدين، الأول كان أقصر من الثاني وهما في كلتا الحالتين ست حركات، فانتبه لهذا والباقي لا بأس به، جزاك الله خير الجزاء. معنا اتصال من جمال الدين من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الحبيب، مرحبا، حياك الله. اللهم آمين، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين آمين، وإياكم بارك الله فيكم. وفيك بارك. إذا أتلاوة شيخ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، قراءة حسنة، ما في ملاحظات كما ترى، ما شاء الله بارك الله فيك. معنا من المغرب الطفلة مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا ابنتي، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. يا مريم يا مريم، والنازعات غرقا، هنا لا يوجد إمالة ولا تقليل، لا تقولي غرقا نشطا، لا، غرقا نشطا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. نخرة نخرة نخرة. نعم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة.
فإذا هم بالساهرة. هاتي الغنى يا بنتي. فإذا هم بالساهرة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا مريم، وشكرا على الاتصال. معنا اتصال من ليبيا من الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أحمد، أهلا وسهلا، تفضل يا بني. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، تحب أن تقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت. معنا نور. نور من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا نور، تفضلي. أريد أن أقرأ يا شيخ برواية قالون. نعم لا بأس، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. يا نور ضم الهمزة ضما جيدا. بما أو ولا تقولي أو. أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قبلك وبال... كذلك اكسري اللام جيدا. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربي نعم. معنا الاتصال. طيب انقطع الاتصال. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا نور وبارك في أحمد أخيك، ووفقكما والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. ريان من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا ريان، تفضل. عيد مبارك علينا وعليك يا شيخ. عيد مبارك علينا وعليك يا رب، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هم ينفقون. يا ريان قل ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم هم ينفقون. لا مش ومما رزقناهم هم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ما في هم مرتين.
ومرة واحدة بس. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون. من قبلك وليس من قبل. بارك الله فيك يا ريان وأحسن الله إليك وإلى والديك. وبالنسبة لتلاوتك فهي حسنة، ويبدو أن أهلك يعتنون بك إن شاء الله لتكون التلاوة أجمل وأحسن من ذلك. بارك الله فيك وأشكرك على الاتصال. معنا اتصال آخر من إلياس من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة ولله الحمد. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت بارك الله فيك، قراءة حسنة وجيدة، بارك الله لك وأحسن إليك. بس ومما رزقناهم ينفقون، لا أدري يعني شعرت أن صوت القاف مختلف نسبيا عن ما هو صحيح، فهكذا يكون نطق القاف. رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون. طيب بارك الله فيك، أنتهز هذه الفرصة قبل أن يأتي اتصال للإجابة عن سؤال يعني وصلني من الأخ أحمد أبو حامد، يسأل عن حروف الصفير كيف تنطق وما معنى الصفير الذي يصاحب هذه الحروف. وحروف الصفير هي السين والصاد والزاي، والسين والصاد والزاي تخرج ثلاثتها من مخرج واحد وهو طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى أو ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، فهذا هو الموضع الذي يخرج منه صوت السين والصاد والزاي. طيب كيف تخرج ثلاثة أحرف من مكان واحد وأصواتها مختلفة؟ ما الذي يميز بينها في النطق، أو ما الذي يميز بينها في الصوت الذي يطرق الأذن؟ يميز بينها في الصوت الصفات المصاحبة، فالسين مختلفة عن الصاد والصاد مختلفة عن الزاي، كل له صفة تميزه عن الآخر. ما هو الصفير؟ الصفير هو هذا الصوت المصاحب للسين والصاد والزاي، صوت زائد يخرج من بين الأسنان، سببه ضيق المخرج، الأسنان تنغلق على بعضها البعض فالمتنفس يكون ضيقا، والهواء إذا خرج من منفس ضيق كان معه صوت زائد، هو هذا صوت الصفير. فنقول أس أس، ونقول في الصاد أص، ولاحظوا أني لا أضم شفتي في نطق الصاد وهذا الضم لا يصح، أص، وكذلك الزاي أز. فأرجو أن تكون الإجابة واضحة إن شاء الله. نأخذ اتصالا من أبي سعيد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الكريم، بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك شيخنا.
تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت، جزاك الله خيرا يا أبا سعيد، وشكرا على هذا الاتصال. محمد من تشاد، السلام عليكم. انقطع الاتصال من محمد، لا بأس، بارك الله فيكم. أحببت أيضا في هذه الهنيهة فرصة يعني ننتهزها بالنسبة لهذه الآيات التي نقرأها ونحن في بداية هذه الختمة. وسورة البقرة من أعظم سور القرآن العظيم، وهي أيضا يسيرة على من يريد أن يحفظها يوفقه الله عز وجل. فأوصيكم بارك الله فيكم بأن يكون لكم يعني ورد أسبوعي من الحفظ ماشي يعني مع هذه الحلقات. فإذا قرأنا في مقدارا في كل حلقة من الحلقات استمعوا إليه، اعتنوا به جيدا، كرروه عدة مرات، والحلقات تنزل على اليوتيوب، ثم أعيدوا وكرروا حتى تحفظوا هذا المقدار، يكون فيه الخير والبركة إن شاء الله. ولا تقول يعني إذا بدأنا الآن متى ننتهي؟ الله أعلم متى ننتهي. ابدأوا في الطريق، فالإنسان إذا بدأ وفقه الله عز وجل، وكما يقولون طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فخذوا الخطوة. وآية في كتاب الله ليست قليلة، إنما يرفع الله عز وجل صاحبها درجة في الجنة، وكلما كررها سهلت عليه وانتفع بها وبارك الله له في وقته. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فخذوها فرصة واستعينوا بالله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. معنا أهل ليبيا بدأوا يعني الاتصالات الآن. رياض من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك وبكافة أهل ليبيا وغيرها من البلدان الكريمة التي اتصلت بنا، الجزائر وتشاد والمغرب، أهلا بالجميع، بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. وإياكم أخي الحبيب، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. أخي الكريم رياض، انتبه عندما تقف على إلا هو حركتين للواو، لا تقول إلا هو هكذا يعني، واو قصيرة جدا لم تأخذ زمنها، مكن الواو بارك الله فيك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسن الله إليك تلاوة حسنة، حسنة الصوت، جميلة الأداء، بارك الله فيك، متقنة التجويد، أحسنت ما شاء الله. عبد السلام من ليبيا، السلام عليكم. عبد السلام معنا، انقطع الاتصال. نعم لا بأس بذلك، خيرا إن شاء الله. يعني إن سمح لك الوقت أخي بإعادة الاتصال فلا بأس، إن أدركت هذه الدقائق الدقيقتين الثلاث الأخيرة من هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع في الوقت وهذا الحرص على قراءة القرآن وضبطه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، بارك الله فيكم، كل مسلم يحتاج إلى أن يعرض تلاوته على أستاذ حتى يتقن ويشهد له أن قراءته صحيحة. هكذا يكون أخذ القرآن بالتلقي، بالتلقي، مجرد الاستماع غير كاف، لا بد من التلقي، والتلقي أفضله أن يكون مباشرة على يد أستاذ مباشرة، ثم يأتي بعد ذلك وسائل الاتصال، هذه كالاتصال بالإنترنت والاتصال بالهاتف والبرامج التلفزيونية وغير ذلك مما يفيد إن شاء الله. معنا عبد السلام من ليبيا مرة أخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عبد الله من المغرب، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله. عبد الله من المغرب معنا. سلام دريس من ليبيا. الآن عبد السلام، طيب تفضل أخي عبد السلام، تفضل بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاتصال ضعيف يا أخي عبد السلام، نعتذر إليك، حاول أن تتصل مرة أخرى مما كان تكون الشبكة فيه قوية أكثر من هذا حيث لا نكاد نسمع. عبد الله من المغرب معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا عبد الله، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، لا إلى، هنا ما في مد، إلى قومه، مد طبيعي، إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم، لا 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 تمد في غير مواضع المد يا عبد الله، إذا وجدت علامة المد، هذه العلامة التي مثل الجناح الطائر، هذه هي علامة المد، إذا وجدتها فمد، إذا لم تجدها لا تمد نهائيا. قال يا قوم، لا لا يوجد مد هنا، قال يا قوم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا
تتقون وأطيعون. كافي، بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا. ولولا أنه الوقت ضاق علينا كنا يعني استمعنا إلى كمان آية أيتين، لكن نكتفي بهذا القدر. ونشكر جميع المتصلين من كافة هذه البلاد التي تستمع إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. إن شاء الله تعالى نلقاكم في حلقة جديدة على خير حال. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً.